وللحديث عن تعادل الأهلي والاتحاد في ديربي جدة ينضم لي من الكويت لاعب نادي الاتحاد السابق فهد الأنصاري، ومن جدة الصحفي الرياضي الأستاذ أحمد الشبراني. مساء الخير. مساء النور، يا هلا فيك. خليني أبدأ معك. أهلا وسهلا، حياك الله حاتم. يا هلا وسهلا، أبدأ معك كابتن فهد. والتحية موصولة أيضا للكابتن فهد. إيه، أنا أقول لك قبل شوية واحشك يا أبو محمد، قلت لي فهد واحشني أكثر. يا أبو محمد الله يخليك. والله واحشني كثير، ما أحتاج فهد حبيبنا. يا حبايبي، طيب سؤالي الأول أبغى أسأل كابتن فهد أول، لأنه ضيفنا أنا وأنت يا أبو محمد من الكويت. كيف شفت الديربي؟ كيف كان بمستوى الفريقين الاتحاد والأهلي؟ شوف، يمكن أنا شخصيا كنت متوقع للأمانة هذا المستوى. صح، المستوى يعني ما ظهر كمستوى فني بشكل جدا كبير، ولكن يعني جدول الترتيب والفترة خلينا نقول الجيدة جدا اللي يعيشها الاتحاد، يمكن هذا اللي أدت إلى خوف نوعا ما أني أبالغ وأضحي في المستوى الفني لأجل النتيجة الإيجابية، وهذا ما حصل.